أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة إن شاء الله هيكون هو تحديد نقطة في المستوى الإحداثي. أنا الشعاع وسيل، وطريقي هو طريق الناس، طريق أفقي مليان إحساس، ولادي بقوا أحسن ناس، وأخويا هو شعاع وصاد، وطريقه رأسي زي الصاروخ، واللي بيمشي فيه بيدوخ، لازم نقرب من بعضنا وولادنا يعيشوا وسطنا. عندك حق يا شعاع وسين، ده احنا كنا كويسين، لازم نقرب من بعضنا ونقطة واحدة تضمنا، في قوس جميل متجمعين، ابن السين على اليمين وابن الصاد على الشمال، والكل بقى مرتاح البال. بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الأعزاء، طبعا حضراتكم شايفين المثال بيقول في المستوى الإحداثي الموضح بالشكل أكمل. طبعا أول نقطة عندنا التقى فيها أولاد العم يا جماعة، اللي هي النقطة ألف. النقطة ألف، طبعا احنا عايزين نعرف يا جماعة مين من الأولاد اللي موجود في هذه النقطة. طبعا احنا يعني عارفين ان هم بيلتقوا في زوج مرتب، زوج مرتب بيكون طبعا ابن السين موجود على اليمين وابن الصاد على الشمال. طب تعالوا نشوف الاول ابن السين. لو طبعا من الالف كده نزلنا لتحت يا جماعه هنجد ان ابن السين اللي هو مين؟ برافو يا جماعه، اللي هو التسعه. وطبعا لو بصينا على ابناء الصاد في الناحيه التانيه هنجد ان هو مين يا جماعه؟ برافو، اللي هو التمانيه. برضو الجيم، الجيم يا جماعة حضراتكم شايفين طبعا ابن السين ايوه اللي هو الستة، والتقى مع ابن الصاد اللي هو مين بقى؟ اللي هو الشعر وصاد، اللي هو الخمسة. يبقى النقطة كام؟ ستة وخمسة.